أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة ديال اليوم غنثبتوا التعلمات ديالنا بتمارين داعمة، إذا خذوا الألواح ديالكم وانتبهوا معايا على الشاشة. إذا شنو كتلاحظوا هنايا؟ تفضل إلياس. عملية الجمع أفقية. فعلا عندنا عملية جمع أفقية وغنقراها وردوا من بعدي. ستة زائد واحد تساوي. إذا عندي ستة زائد واحد، كتبوا لي الألواح ديالكم شحال كتساوي لنا، يعني غنكتبوا المجموع ديال هذه العملية هذه. عندي ستة زائد واحد، إذا كتبوا على الألواح شحال كتساوي. رفعوا الألواح. جيد. سلمى كتبت لنا العملية كلها. إذا فعلا شحال سلمى كتعطينا المجموع؟ سبعة. جيد، سبعة، وغنكتبوا سبعة. الآن المطلوب منا هاد العملية هي النت، غنكتبوها بشكل عمودي. إذا حنا عندنا هنا طريقة أفقية، أنتم غتكتبوها على الألواح ديالكم بشكل عمودي. إذا عاودوا كتبوها على الألواح ديالكم بشكل عمودي. إذا حاولوا تذكروا شنو وريتكم في الحلقة الفايتة، يعني الطريقة اللي كنكتبوا بها أو كنحولوا بها العملية ديال الجمع أفقية لعملية جمع عمودية. تفضلوا رفعوا الألواح ديالكم. جيد. علي خديجة شوية الصبورة ديالك. نعم، جيد. إذا فعلا كنكتبوها بهذه الطريقة هذه. كنبداو بالعدد الأول واللي هو عندنا ستة، ومن بعد منه كنحطوا العدد الثاني واللي في المثال ديالنا هنا واحد، وكنحطوا بيناتهم الرمز زائد، ومن بعد كنحطوا خط وتساوي، وفي الأخير كنحطهم لتحت الخط المجموع ديال العملية واللي هو عندنا سبعة. إذا نمروا للتمرين الثاني. هنا هذه العملية هذه غنقراها لكم وردوا من بعدي. واحد زائد جوج زائد أربعة زائد خمسة. إذا شنو كتلاحظوا على هذه العملية هذه عائشة؟ عملية الجمع. عملية الجمع فعلا، ولكن واش هي؟ أفقية. فعلا عائشة، عندنا عملية جمع أفقية، وهذه العملية هذه طويلة، وباش نحسبوها خديجة شنو خصنا نديرو؟ خصنا نختصروها. جيد، وشنو هما العددين الأولين اللي غنبداو بهم إلياس؟ واحد زائد جوج. فعلا واحد زائد جوج هما اللي غنختصروا، وكما كتلاحظوا عندي هنا واحد زائد اثنان كيعطيني ثلاثة. نعم، والآن سلمى شنو غنجمعوا؟ أربعة زائد خمسة. فعلا أربعة زائد خمسة، وشحال كيعطيونا سلمى؟ تسعة. جيد، وغنحطو قبل ما نكتبو العدد الموالي الرمز الزائد، وغنحطو المجموع ديال العددين المواليين اللي هو تسعة. ودابا كتبوا لي على الألواح ديالكم المجموع ديال هاد العددين، يعني ثلاثة زائد تسعة. ثلاثة زائد تسعة. رفعوا الألواح. جيد. نعم خديجة، انتبه، عندي ثلاثة زائد تسعة. ثلاثة زائد تسعة، صحيح إلياس، صحيح عائشة، صحيح سلمى، صحيح خديجة، وارفع السبورة ديالك. نعم، جيد زهرة، كتبت لنا العملية كلها. نعم، هو 12. إذا كنكتبو يساوي، ومن بعد كنكتبو المجموع في المكان ديالو. إذا نشوفوا عملية واحدة أخرى، نقرأ وعودوا قرأوا من بعدي. ثلاثة زائد اثنان زائد سبعة زائد اثنان. دابا باش نعودوا نجمعوا هاد العملية هذه، شنو خصنا نديروا أيضا سلمى؟ ديروا ثلاثة زائد اثنان. إذا كتبوا لي على الألواح ديالكم المجموع ديال العددين ثلاثة زائد اثنين. إذا حنا عندنا هاد العملية ديال الجمع هي طويلة، وغنختصروها باش نعطيو المجموع ديالها في النهاية. نعم، ترفعوا الألواح.
جيد جيد. يلا زهرة. نعم ده المجموع ديالهم هو خمسة وغنحطو رمز زائد. ودابا شنو غنجمعو؟ نعم إلياس. سبعة زائد اثنان. يلا كتبوا لي المجموع ديال سبعة زائد اثنان. ارفعوا الألواح. جيد. إذا شحال هو المجموع خديجة ديال العددين سبعة زائد اثنان؟ تسعود. إذا تسعود ومسح العدد خمسة، إذا فعلا هو عدد تسعة. ودابا اكتبوا لي المجموع ديال العددين، يعني خمسة زائد تسعة شحال كتعطينا باش نحصلوا على المجموع ديال العملية في النهاية؟ رفعوا الألواح. جيد 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 جيد. نعم ملكة، شحال هو المجموع ديال العددين؟ 14. فعلا هو 14 وغنحطوه من بعد تساوي. بهذا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين كنا وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم. كنطلب منكم تزيدوا تدربوا على اختصار عملية الجمع على دفتر التطبيقات المنزلي. كنذكركم بأنه يمكنكم تعودوا تشاهدوا مضمون هذه الحلقة على قناة السادسة أو بواسطة الإنترنت على الرابطين اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.